250 عضوا. الموافق على ذلك تفضل برفع يده. موافقة. أما التعديل الثاني فهو في العبارة الخاصة أسفر أخذ الرأي النهائي نداء بالإسم عن موافقة 405 عضوا على قرار المجلس بالموافقة على تعديل الدستور، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية الدستورية اللازمة للموافقة وحدها الأدنى 303 عضوا. فإن الحركة تدعو المصريين جميعا إلى مقاطعة مسرحية الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، وكذلك مقاطعة مهزلة الانتخابات الرئاسية المترتبة عليها واعتبارها باطلة. وفي هذا السياق تهب الحركة بكل الأحزاب والقوى الوطنية أن تنأى بنفسها وبرموزها عن عار المشاركة في هذه المهزلة.